النهارده استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحاديه الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، وشهد لقاء عقد مباحثات منفرده عقبتها مباحثات موسعه بين وفدي البلدين، وتناول الرئيسان سبل المضي قدما في تعزيز وتنميه العلاقات الثنائيه بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تم التوافق على تكثيف الزيارات الثنائيه المتبادله على مختلف المستويات بهدف تعميق التعاون على جميع الاصعده، خاصه فيما يتعلق بتعزيز التعاون السياحي في ضوء تجربة كرواتيا المتميزة في هذا الصدد، وكذلك العلاقات الاستثمارية بين البلدين لتعزيز مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية. خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الكرواتي، بعث الرئيس الكرواتي برسالة هامة أن كرواتيا ستكون مع مصر دائما. الربيع العربي كان العالم ينتظر شيئا جديدا، لكن الربيع العربي دمر المجتمعات العربية، ومصر استطاعت أن تحافظ على وطنها وعلى شعبها. نحن نعتز باستقرار مصر، هذا يهمنا كذلك نحن كرواتيا وكذلك الاتحاد الأوروبي. عندنا علاقة جيدة مع الدول العربية وكذلك مع إسرائيل. أنا لا أريد أن أقيم علاقات، أنا فقط أريد أن أفتح أبواب للتعاون المشترك.